بسم الله الرحمن الرحيم، معكم سيف مخارزة من قناة سكشتاين سيكيورتي. هذا الفيديو راح يكون عفوي بعض الشيء، بحيث اني انا مش مجهز لك اي سلايدز او بايربوينت او عفوا باوربوينت ولا اي شيء بخص هاي المواضيع. اللي مجهز لك الان هو عبارة عن معرفة وخبرة في مجال السايبر سيكيورتي. اليوم راح تعرف يا صديقي الآلية والخطة اللي راح تمشي عليها اذا انت ماديا ما معك اي فلوس لحتى تقدر تشتغل وتتعلم مجال السايبر سيكيورتي. سامحوني شوي بس صوتي رايح بعض الشيء، خلينا ننتقل لمحتوى الفيديو على طول. في البداية انت الان سوقيا محتاج انك تتعلم انه عندك مصطلحين بارزين بدك تمشيهم في السوق. بدك تنسى مصطلح ايثيكال هاكينج او هاكر، او خلينا نحكي هاي المصطلحات الشعبوية اللي بنستخدمها احنا لحتى نشبع شغفنا في المجال. بدنا نستخدم المصطلحات اللي موجودة على ارض الواقع واللي هي قد تكون مملة بعض الشيء عند الاشخاص، ونختار مجال ما بينهم. اساس هذا الموضوع هو فريقين، طبعا في غيرهم ولكن اساس موضوع السكيورتي هو فريقين، الريد تيم والبلو تيم. البلو تيم يا عزيزي بتعلق مهمته في المهمة الدفاعية البحت، الدفاعية اللي بتكون من منظور موظف. يعني احنا عندنا يمكن انحياز بعض الشيء، انا عن نفسي للريد تيمينج لان انا بشتغل كريد تيم وبكره العمل المكتبي وبكره عمل الموظفين، فما بحب اني اشتغل كبلو تيم ابدا، ولكن يمكن اظلم بعض الشيء في شرحه، فلهيك روح شوف شرح البلو تيم الافضل عند اشخاص اخرين. اما انا راح اعطيك مقتطف بسيط. البلو تيم يا عزيزي بتمنى صوتي ما يكون مزعج. البلو تيم يا عزيزي هو عبارة عن شغلك على مكتب داخل الشركة، بحيث كل شغلك في السايبر سيكيورتي يكون عبارة عن تظبيط الكونفيجوريشنز، تعمل تحديثات للباتشز اللي موجودة، للبرامج، للأدوات اللي بتستخدموها، للتكنولوجي بشكل عام اللي بيتم استخدامها داخل الأورجانيزيشن، وأيضا للإعدادات وشوية صيانة، ويعني أخذ تقارير من الريد تيم والعمل عليها على ترقيع الثغرات. يعني ممكن يتعلق شغلك أكثر في البرمجة، في الكونفيجوريشن، في النتوركينج بشكل عام. تمام؟ الان الشيء الممتع في المجال والقسم اللي انا بحبه جدا واللي انا فعليا بشتغل فيه اللي هو الريد تيمينج، واللي هو امن المعلومات من المنظور الهجومي، واللي هو كلنا بنعرفه وكلنا بنحبه، اللي هو عباره عن انك تقوم بعمليات اختبار الاختراق، التسليه كلها موجوده هون، الهاكينج، هاي الامور كلها انت بتقوم فيها للمنظمه، طبعا بعقد مصرح لك فيه من الشركه نفسها او من الاورجنايزيشن نفسها، بحيث بناء على هذا العقد انت تهجم على المنظمه، تحاول تخترقها، تطلع ثغرات، تكتب فيها تقرير وتسلمهم اياه، تفضلوا هاي الثغرات الموجوده عندكم واللي استطعت اني اخترقكم من خلالها. طيب سيف، انت شرحك راح يكون بس عباره عن نظريات وتصنيف، هذا الكلام يعني كلام اكاديمي في الجامعات وممل جدا. انا يا صديقي بدي ابعد لك عن هذا المجال، واليوم راح تكتشف يعني كثير امور. يعني ما بحب مصطلحات اليوتيوب، ولكنها فعليا تعتبر مثل اسرار او مفاتيح سريعه في دخولك لمجال السايبر سيكيورتي. اول واهم شيء انا بدي اياك تركز عليه هو التدرب العملي. يعني في بدايتك في المجال قبل ما تدخل للامور اللي انا راح افرجيك اياها الان، بتروح ليوتيوب كيف ابدا بالسايبر سيكيورتي. اي فيديو بتلاقي عليه مجموعه شهادات لازم تاخذها بالتنظيم، CHOCB LBT، كل الشهادات هاي، وعامل لك يعني خطه بتحتاج لك 4 سنوات 5 سنوات من الشهادات، اطلع من الفيديو على طول. انا بضمن لك هذا الفيديو راح تنام وانت تشاهده. الشيء اللي انت محتاجه هو شخص يعطيك فقط الاساسيات في البدايه، واللي راح تكون عباره عن ايش؟ عن اولا يعني شويه معلومات نظريه عن السايبر سيكيورتي، كالي لينكس وكيفية تحميله، وبعدين نيجي للمرحلة اللي بعديها اللي هي باش سكريبتينج، واللي هي بتشرح لك آلية تعاملك مع بيئة الباش بشكل عام أو التيرمينال الخاصة بلينكس. وأنا سبحان الله أول دورة طلعت من اي سيكيورتي، وهي الدورة اللي برشحها دائما لطلابي، حتى في دورات المدفوعة بقول لهم خذوا هذا الكورس بالبداية، خذوا هذا المصدر بساعدكم على الموضوع. تمام؟ بعدها راح تاخذ شوية خلينا نحكي نتوركينج سيكيورتي او نتوركينج اند سيكيورتي بهذا الشكل، بحيث تاخذ كورس كامل او شويه فيديوهات تعمل لك تعطيك المصطلحات الاساسيه المتعلقه بالنتورك واللي متعلقه ايضا بالسيكيورتي. ولكني انا بنصحك تدخل لهي الدوره،
يعني بدك تبحث بالعربي عنها، اللي هي شبكات الحاسوب، طبعا المهندس العلامة العظيم جعفر أبو ندى. تمام، شبكات الحاسوب، وبتكتب اسم قناتهم اللي هي أبديت بهذا الشكل. تمام صديقي، الآن راح تطلع لك هاي قائمة التشغيل، بنصحك إنك تشغلها، ممكن تنهيها بليلة يعني فعليا على كوبين قهوة تنهيها بشكل جيد، بتأخذ شوية ملاحظات والموضوع بسيط. الآن أساسيات، أكثر كمان أساسيات، ما بنصحك أبدا، روح للتطبيق العملي مباشرة، قوي قلبك روح للتطبيق العملي. لاحظ يا صديقي إني أنا هاي الخطة اللي بعطيك إياها معتمدة على بحثك. الآن راح تستخدم جوجل، راح تستخدم مقالات، ما راح أكذب عليك إنه الموضوع راح يكون سريع، لا، ممكن تأخذ لك سنة أو سنتين أثناء الموضوع لتأخذ خبرة قوية، ولكن أنت الآن ماشي في الطريق اللي ما راح تكلفك كثير. اللي أنت شخص خلينا نحكي عندك شغل ثاني، مادياتك ضعيفة نوعا ما، جهازك ضعيف، فبتحاول تمشي بدون ما تدفع، أوكي؟ فراح تروح لمواقع زي تراي هاك مي، هاك ذا بوكس، ويعني طبعا هاي هاك ذا بوكس سي تي اف، فولن هوب، وهاي المواقع بتنزل منها لابات. هاي اللابات عبارة عن ايش بالضبط؟ هاي اللابات خلينا نعتبر، يعني خلينا نحكي، تعالوا بما انه الخلفية حلوة جاي على بالي اشرح المثال عليها. هذا القط عبارة عن روبوت، خلينا نعتبره عبارة عن ايش؟ روبوت. هذا الروبوت المصنع تبعه عمل فيه خطأ برمجي او خطأ من المصنع، هذا المصطلح يمكن اقرب لعقولكم واقرب لاسماعكم اصدقائي، عمل فيه خطأ من المصنع موجود فيه، تمام؟ والخطأ هذا مثلا انه ايد هذا الروبوت ما بتتحرك، تمام؟ او اصبع هذا الروبوت الصغير مثلا ما بتحرك، اوكي؟ او شواربه لهذا القط خلينا نحكي مش متصلات عصبيا مع اي شيء، بالتالي ما بتحركه. خلينا نعتبر الموضوع هيك، وانت كشخص خبير في الروبوتات جاب لك اياه وحكى لك يلا اتدرب لي على هذا القط لبين ما تلاقي لي الخطا وتكتشف لي اياه وتكتب لي تقرير كيف لقيته وهل في اخطاء اخرى، تمام؟ بنفس العمليه بتم موضوع اللابات عزيزي. هون بتلاقي لابات عباره عن سيرفرات، عباره عن ويب سايتس او مواقع، عباره عن بيئات عمل تكنولوجيه، ممكن هواتف، ممكن اي شيء، تمام؟ وهي جاهزة وموجود فيها مجموعة ثغرات، يعني موجودة من قبل المطورين عمدا بحيث انت تجدها، بحيث انت تدرب على مهاراتك لما تجدها. يعني بتلاقي عندك اي لاب مثلا جواته ثغرات معينة، طبعا احنا في قناتنا في عنا قائمة تشغيل كاملة باسم غرفة عمليات مختبر الاختراق، بنصحك انك تشوفها، كلها عبارة عن لابات من تراي هاك مي عزيزي، واللي هي يعني يمكن قائمة التشغيل اللي بنفتخر فيها في قناتنا، تمام؟ أكثر من 17 فيديو، كل فيديو طويل جدا، بنخترق فيه، يعني بنعمل فيه سيناريو اختراق، ممكن في عندك سيناريوهات لبيت ذكي، في عندك سيناريوهات يعني قوية جدا، كيف تفك رسائل تشفير بين المنظمات، هاكر ضد هاكر مثلا، لما يكون في سيرفر جواته هاكر قاعد بيطلعك من السيرفر وانت بدك تدخل غصب عنه، تمام؟ فهاي اللابات موجود فيها ثغرات عمدا بحيث انت تتدرب عليها. بتقول يا سيف طب انا ما عندي لسه اي معرفة، كيف بدي اتدرب عليها؟ ما هون يا صديقي الترك، انت بتدور على اللاب على يوتيوب او على مصادر ممكن تكون باللغة الانجليزية بغيرها، بتحاول بالعافية انك تفهمها يا عزيزي، وبعدين بتيجي بتطبق على اللاب، ومن خلال هاي الطريقة بتتعلم، سواء على هاك ذا بوكس او فير خلينا نحكي فولنو. وطبعا عندك موقع بورت سويجر، يعني احنا ما حكينا لكم الريد تيم في اكثر من مجال، في مختبرين الاختراق اللي على مستوى السيرفرات، وفي على مستوى الويب سايت او الويب ابليكيشن، واللي هم بيلاقوا ثغرات في المواقع وبيبلغوا عليها مثلا لمواقع اخرى مثل باك كراود بهذا الشكل صديقي. هاي المواقع بتقدم لك مكافآت مالية مقابل كل ثغرة انت بتلاقيها، يعني بيجيك مثلا موقع، خلينا نشوف لنا شركة من الموجودات، عندك شركة هون اسمها بلو هوست. بلو هوست اجت على باك كراود وقالت لهم انشروا الموقع تبعنا عندكم، بحيث كل الهاكرز وكل الريسيرشرز او الباحثين الامنيين يا عزيزي يجوا عنا يحاولوا يلاقوا ثغرات في موقعنا بعد ما يقوموا باختبار اختراقه، طبعا ضمن شروط معينة بحيث ما يضروا البزنس الخاص فينا، واحنا بنعطيهم مكافآت مالية على كل ثغرة. يعني اذا الثغرة ما كانتش خطيرة، يعني من تصنيف B3، بنعطيهم من 450 الى 600 دولار، ولكن اذا الثغرة كانت خطيرة وممكن تكون اخطر من تصنيف B1، سنسيتيف كانت جدا، يعني بتوصل لمعلومات بتخص العملاء، بتوصل للداتابيس، بتخليك قادر تعدل على مثلا خلينا نحكي الكريدنشلز او الاثنتيكيشن في السيرفر،
تأخذ عليها من 4100 ل 4500 دولار، والعمل هون مجزي ومربح، تمام؟ فأنت تشتغل كباج هنتر أو كصائد ثغرات. وطبعا في مجالات أخرى مثل المالوير أناليسس اللي هو تحليل الفيروسات والرانسوم ويرز، في عندك مجالات أخرى، كل بيمشي على حسب مجاله، تمام؟ ولكن بدايتك لازم تكون واحدة، تتعلم على لابات يا عزيزي عشان تعرف الشغل العملي. وطبعا راح تكون يعني منزل كالي لينكس وفيرتشوال بوكس وهاي الأمور كلها. تقولي يا سيف طيب أنا ما بدي أروح للطريق والطويلة هاي، يعني ما بدي أقعد سنتين، بدي أخذ المحتوى الصحيح على طول باللغة العربية بشكل عملي. بقول لك يا صديقي تعال عندي، أنا اسمي سيف مخارزة، أنا مبلش في هذا المجال كهواية من عمري 16 سنة، يعني درست الجامعة كبر والدين ولكني ظليت مهتم في هذا المجال، واليوم هو عبارة عن عملي، عملي اللي بيكسبني دخل واللي عامل لي حياة وبفضل الله بعدين رضا والديني. عموما في هذا الموقع احنا بنقدم لك طبعا خدمات استشاريه، خدمات اختبار اختراق للبزنس الخاص فيك سواء الشركات الصغيره او المتوسطه، وايضا بنقدم لك دورات تدريبيه للافراد او للمجموعات. دوراتنا بتتعلق تقريبا في اغلب مجالات الريد تيمينج او اختبار الاختراق الممتعه، كوني انا بحب هذا المجال يا صديقي. في عندنا دورتنا الاولى اللي هي دوره اختبار الاختراق المتقدم، وهي دورة أنت من خلالها تتعلم كيف تختبر اختراق السيرفرات. في هاي الدورة احنا بنعلمك على لابات زي اللي موجودة هون، وبتقدر تطبق دغري على الشركات ونعطيك كيف بيتم الشغل على أرض الواقع، كيف على أرض الواقع بيشتغلوا بالسيكوريتي، ليش كل الشركات بتتعرض أحيانا للاختراق حتى اللي معها فلوس، شو السبب، كيف أشتغل بالشركات، يعني هل نفس شغلي في مكتبي في بيتي، أكيد مختلف الموضوع. ففي هاي الدورة أنت بتأخذ هاي الأمور. وعندنا أيضا دورة اختبار اختراق تطبيقات الويب اللي زي ما شرحت لكم تقدر تكتشف من خلالها ثغرات وتربح منها ماديا، ودورة طبعا جمع المعلومات والاختراق بالطريقة الاستخباراتية. هاي الدورة صغيرتي، يعني فكرتي الصغيرة اللي بموت، يعني اللي خلينا نحكي بضل مبسوط اني انا يعني عملت هذا الكورس. هذا الكورس يا عزيزي ببساطة للاشخاص اللي بدهم يشتغلوا مع المؤسسات الامنية الحكومية، بحيث انت الان بتشتغل مع الجرائم الالكترونية في بلدك، مع هيئات تنفيذ القانون من الناحية الالكترونية، الامن العسكري، الامن الوطني او المخابرات. انت في هاي الدورة بتاخذ كافة السكيلز او المهارات العملية اللي بتساعدك عن جمع المعلومات عن المجرمين، اختراقهم واختراقات حساباتهم في السوشيال ميديا، تتبع مواقعهم وتحديدا عن طريق رقم الهاتف، الحصول على تسريبات من الدارك ويب والتعلم كيف تشتري وتتعامل مع الدارك ويب او الانترنت المظلم وكيف تطلع منه معلومات حساسة وكيف تلحق المجرمين الموجودين فيه وكيف تطلع منه تسريبات. هاي الدورة يعني رائعة جدا في هذه المواضيع. طبعا عندنا دورة اختراق الجوال واللي تشرح نفسها بنفسها، وعندنا اكثر من دبلوم اخر بيجمع اكثر من دورة من الموجودين عندنا، وانسوا الاسعار اللي موجودة هون، لحد الان خصومات العيد الاضحى موجودة، وكل عام وانتم بالف خير. اللي حابب يشترك في دوراتنا بيقدر يستفسر مني على رقمي في واتساب او يشترك عن طريق رقمي في واتساب اللي موجود اسفل الفيديو بالديسكريبشن، هو وروابط لجميع حساباتي في السوشيال ميديا، تقدر تتواصل معي على اي حساب بحيث تشترك في الكورسات من خلالي مباشرة. الدورات كلها تعليم عملي، فيديوهات مسجلة بتشاهدها في الوقت اللي بدك اياه، وبنفس الوقت انت اكيد من الاشخاص اللي بيحب يكون معاه المدرب تبعه وين مكان. المدرب تبعك في هاي الدورة اللي هو انا راح اكون كأني موجود في جيبتك الصغيرة يا عزيزي. متى ما حبيت تتدرب، اذا واجهت شيء ما فهمته او عندك سؤال او استشارة او استفسار، تقدر تحجز معي حصة خصوصية في الوقت اللي انت بتختاره يا عزيزي لوحدك بيني وبينك لايف، بحيث اجاوبك على جميع اسئلتك واشرح لك اي موضوع بدك اياه. فبهاي الطريقة احنا ضمننا لك انه هاي الدورات راح تستفيد منها كامل الاستفادة وتفهمها بالكامل، وهاي ضمانة 100%. تقدر تدخل لصفحة قاعة المشاهير عندنا وتشوف طلابنا اللي حصلوا على الدورات في وقت قياسي، واللي حصلوا على شهاداتنا المعتمدة على مستوى الاقليم والوطن العربي، وكانوا يعني سريعين جدا، والتقارير اللي عملوها كانت رائعة. فتعرف عليهم، شوف شكل الشهادات اللي احنا بنقدمها. فيعني بغض النظر كنت انت شخص حابب تشتغل بالمجال او هو مجرد هواية، في كلتا الحالتين او في كل الحالات قادر انك تشترك معنا في الكورسات وتستفيد. وعدا عن ذلك هاي الطريق امامك، جوجل امامك، تعال اسألني اللي بدك اياه وان شاء الله بفيدك ايضا، حتى لو كنت بدك تمشي بالطريق المجاني. وطبعا للاشخاص اللي حابين شوي يمشوا في الطريق المجاني، عندنا قسم صحن مقبلات بفرجيك دورات مجانية صغيرة في اساسيات وفيها محتوى متقدم، 6 يعني دورات ومحتويات، شوف فيها طريقة شرحنا، اذا عجبتك تعال اشترك في الدورات المدفوعة وخذها لك يعني بشكل مجاني. كان معكم سيف مخارزة، تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو. يعطيكم العافية.